وسهلا فيكم. سعدنا أن نرحب فيكم اليوم في هذا اللقاء الأدبي المتميز اللي رح نخصصه لمناقشة المجموعة القصصية الجديدة للكاتبة المبدعة فوز أبو سنيري بعنوان سجون خاصة. نبدأ معا بتقديم ضيوف الكرام اللي يشاركونا آرائهم اليوم في انطباعاتهم حول هذه المجموعة القصصية. رح نستمع إلى مداخلاتهم الغنية وثم رح ننتقل للنقاش من الحضور إذا حبيتوا نستعرض في أبرز ما تقدمه عن القصص من رسائل الأطفال. وفي ختام الجلسة سيكون لنا شرف أيضا إشهار الكتاب والتوقيع على نسخ لكم للحضور الكريم، تكون فرصة لكم تلتقوا أيضا بفوز وتسألوا أسئلتكم. أود أن أستهل بالترحيب بالدكتور سالم الكهام مدير الدراسات والنشر ومدير مكتبة الأسرة في وزارة الثقافة، وهو مندوبا عن راعية الحفل معالي هيفا النجار. تشرفنا بكلمة من حضرتك. والسلام على اشرف الخلق والمرسلين المبعوث رحمه للعالمين. اما بعد، طبعا ان اكون بينكم هذا المساء في تقديم او في تقديم هذا الاشعار في مجموعه قصصيه لكاتبه كما عرفت من السيره التي تركتها انها كاتبه متميزه وبدات مبكره بدات يعني نبذت مبكره بكتابه فن القصه. وكما هو معروف فان الادب يعني محرك عميق من محركات الثقافه، وهو يتمتع بقدره على التاثير في ما بعد الوعي في الوجدان في الأبواب العميقة للنفس الإنساني، ومن ثم كان الأدب على الدوام في المجتمعات القديمة ولا سيما الشعب، لأن العرب يعني فن القصة تقريبا بالرغم من وجود جذور لهذا الفن يعني تتمثل في فن المطعمات وحيث الأخبار وغيره من التراث القصصي والسردي ومن الحكايات التي يتناولها الناس ويتداولونها في ليالي الشتاء وفي ليالي السمر، الا ان فن القصه بمعناه الحديث هو فن ربما يكون مستجلب ومملوءً بالمفهوم الفني للقصه القصيره، لكن طبعا هذا لا ينفي وجود جذور عريقه للقصه. اقول ان العرب قديما عندما يولد او عندما يولد بمعنى ينبغ، ليس لان الشخص لا يولد شاعرا، كانوا يحتفلون ويرفعون من الروايات ويقيمون الاحتفالات لان الشاعر والاديب كان يمثل لسان حال المجتمع والقبيله والعائله، ومن ثم يمدح ويفخر ويهجو، وكان الشعراء والادباء بمنزله عند الخلفاء الدولتين القومية والعباسية أن الشاعر وفد إلى الخليفة يقربه ويعطيه وزن قصيدته ذهبا وفضة. وهذا طبعا يدل على شيء يدل على أننا كأمة نحترم الأدب ونحترم الجلال ونحترم الثقافة والمستقيم. طبعا يعني هذا رسالة مهمة الأدب. فن القصة طبعا هو فن يعني لا يعتمد على التكتيك والاختصار، وهو يحول اللغة إلى كيمياء من الرموز التي يمكن أن تقدم حياة كاملة في بضعة عصور. يعني نحن هنا جئنا لا لنتكلم، إنما لنستمع ونتذوق أيضا، وهي فرصة أيضا لأن يتداول الجمهور في هذا الفن المهم. طبعا نحن في الأردن في وزارة الثقافة وفي المكتبة الوطنية، هذه منتديات دائمة للثقافة والثقافية، وهذه المناسبة أتقدم من كوبا المدير العام للمكتبة الوطنية ومقاطعة
المكتبة الشكر الجزيل على أنهم لم يكتفوا بأن يكونوا يعني ذاكرة وحافظة. الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في بيروت. فوز تضلعت بالكتاب منذ الصغر لما كان عمرها 9 سنين، كانت هي أصغر مراسلة صحفية. وشاركت فوز أيضا في مهرجان المسرح الجامعي الأردني بمسرحيتين من تأليفها، وفازت بجائزة أفضل نص مسرحي في الدورات اللي شاركت فيها، وكمان حازت على جائزة أفضل ممثلة دور أبر في نفس المهرجان. فوز هي حالت كمان أيضا لها مجموعة قصصية، هذه المجموعة الثانية سجون خاصة، مجموعتها الأولى كانت كسب من الروح من الروح والتي صدرت العام الماضي. فوز أنا نحكي الكثير من الوقت إنك تتحدثي عن مجموعتك القصصية، لكن بعد أن نستمع إلى آراء ضيوفنا في هذه القصة، ونستهل بالأستاذ رمضان أدواتي وهو كاتب وسياسي وروائي وذو باع طويل في الإعلام والسياسة. أستاذ رمضان شغل العديد من المناصب الهامة، كان عضو في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتولى رئاسة مجلس إدارة جوردن تايمز والرأي، كما عمل أيضا مدير للإذاعة والتلفزيون وشغل منصب مدير عام وكالة الأنباء بترا، بالإضافة إلى ذلك كان أيضا هو مستشار إعلامي لدولة رئيس الوزراء من 2003 إلى 2005. طبعا أستاذ رمضان حائز على عدة جوائز مهنية وله العديد من الإصدارات الأدبية التي نالت أيضا بدورها جوائز أدبية مرموقة. أستاذ رمضان نتمنى أنه أعطينا نقدك بعد أن قرأت الرواية هيك في وجهه في مجموعة، أنا آسفة ما بقدر أحكي، هي مجموعة قصصية وليست رواية. تفضل. أسعد الله مساءكم جميعا. أرحب بالبداية بمندوب وزير الثقافة الدكتور وصديق والأخ الدكتور سالم دهام، ولعل الدكتور سالم دهام عافاني من الصفحة الأولى والثانية فيما يتعلق بالحديث عن مفهوم القصة القصيرة والمبدعين الأردنيين والعالميين اللي عملوا وكتبوا واشتهروا بكتابة القصة القصيرة. لا يوجد داعي الآن في العالم تعريف واضح حول ماهية القصة القصيرة. هناك قصة قصيرة جدا التي تتكون من سطرين، هناك القصة القصيرة التي تتكون من صفحتين، وهناك قصة المعطف لجوجل اللي حكى عنه دوستويفسكي. جميعنا خرجنا من معطف جوجل، هي قصة طويلة قصيرة لكن تتجاوز 50 إلى 60 صفحة، وربما لو نشرت في فترة التعريف الفرنسي للنوبليه الرواية القصيرة اللي أنا بكتبها اللي ما تجاوز 100 صفحة لعدة نوبليه صغيرة يعني. لكن إجمالا يعني ما يميز الرواية عن القصة أن الرواية فيها سرد وفيها شقوق وفيها تنامي للأحداث وفيها تفاصيل أكثر من القصة. القصة هي عبارة عن غمضة إما زمانية وإما مكانية. ومن هنا أحب أدخل إنه هذه المجموعة تجيء في وقت نحن بحاجة إلى كتابة القصة، لأن كل المبدعين الأردنيين اللي كتبوا بالقصة القصيرة وكانوا مبدعات مثل يوسف طمرة وسالم النحاس وبيت الناعوري وفتح عدوان وحنان بيروت وقدامة حبايب جواهر رفايع وفخر الفعوار وكلهم إما يعني رحلوا عن هذه الدنيا الفانية، وإما توقفوا عن كتابة القصة القصيرة، وإما تحولوا إلى كتابة الرواية. يبدو أنه كتابة الرواية بالنسبة لبعض المبدعين يعتبروا تطور عن كتابة القصة، لكن أنا شخصياً ورغم أني منهم أنا أدين نفسي لأني بدأت كاتب قصة وأصدرت مجموعتين، عندما بدأت كتابة الرواية واستهوتنا الرواية وأصدرت الروايات بعدها. يبدو أن كتابة القصة هي أميز وفيها تميز وفيها قدرة على إيصال الفكرة، وهذا ما لمسته في سجون خاصة. الحقيقة وحتى لا أطيل يعني أنا سأستعرض سريعا باختصار أهم مفاصل القصة. من أول قصة لثناء أبو سنين رحل الشفاء نجد أنفسنا أمام موهبة قصصية متميزة من حيث الغمضة القصصية التي ابتدرت 5 سنوات من الضجيج للداخل والصراع بين حب الدار الشخصي وانتظار عدالة المجتمع، فهي في كل رواياتها تبحث عن العدالة، وفي كل رواياتها تم السجون،
نحن جميعا مسجونون في سجون خاصة، نحن مسجونون في قوالب لم نخترق، نحن مسجونون للميثولوجيا والخرافات والأصنام التي صنعناها والعادات والتقاليد البالية. مسجونون في الماضي اللي قبل 1000 عام اخترق فيه اثنين، ما زلنا نتقاتل، فاحنا كنا مع انه ما احنا صله بالاثنين ولا بنعرف شو صار بينهم. قبل 1000 عام يتهاوش واحنا لسه بنتهاوش بعد 1000 عام. لذلك انا بعتقد انه مهما قال زياد الرحماني جمله مشهوره، انه بعد 5 دقائق من ولادتك هناك من سيقرر جنسيتك وهويتك وطائفتك ومذهبك والى اخره، وستبقى تدافع بغباء طول عمرك عن اشياء لم تخترقها. فنحن مسجونون في كل ذلك. لذلك عندما قرات هذه المجموعه القصصيه التي اعتقد انها متميزه جدا، شعرت بالسجون الخاصه التي نحن سجننا انفسنا فيها، او نبنى انفسنا في قوالب لم يكن لنا دخل فيها ولم تكن لنا فيها خيار، ولكن وجدنا آباءنا وأجدادنا على هذه الأشياء، كما قالت قريش يوم من الأيام: وجدنا آباءنا وأجدادنا يعبدون الأصنام فعبدناها، ونحن وجدنا آباءنا وأجدادنا إلى آخره، بفيشوا على المطبوعات والنشر بحجة الجرائم الإلكترونية ولا بحجة أشياء أخرى، ولكن وجدنا أنفسنا مسجونون في جنسيات وهويات قاتلة لا تمت لنا بصلة، وما زلنا ندافع عنها بغباء حتى الآن. اللغة التي تتحدث فيها الخاصة من خلال بنائها المحكم الجيد هي لغة أثيرية، وعملية القصة الحكائي ممتع بحيث يشد القوة لأن تتابع قراءة باب القصص في هذه المجموعة المحكمية، وهذا ما حصل معي. لما بدأت قراءتها لم أتركها حتى انتهيت، وكان الورقة والقلم جنبي بكتب الملاحظات وبشطب عليها. والحقيقة أنه احنا أمام واقع بالنسبة للأدب. الرواية مش مهم قديش تكون عدد صفحاتها، في رواية عدد صفحاتها 100، تقرأ 4 صفحات منها بتملها، تتركها ولا بيجي على بالك، بصير ما فيش كيمياء بينك وبينها. بتحس انها عبء زي التوجيهي، بدك تقرا الكتاب عشان تنجح وتجيب معدل تدخل كليه الحقوق او الطب، كانك بدك تمتحن فيها. انا هذا النوع من الكتب برميه ووزعه بتطرع فيه للمكتبات العامه ومكتبات الشوبك وغيرها الى اخره، خلي غيري يقرا، لانه ما بخليها مكتبتي لانه مش راح اقراها. وفي كتب 700 صفحه تشدك منذ البدايه لا تكاد تترك صفحه او سطر فيها إلا لو أنت مستمتع في اللغة وبتنامي الأحداث الموجودة فيها. الحقيقة إنه قراءتي لفوز أبو فوز، مش فوز، أنا ليش بقول فلاح؟ لسه بقول حمص وما حمص وفوز، يعني مش بتقولش حمص وجبنة وما جبنة، لسه هاي جبنة وما جبنة. لازم تحكي خليجي. لسه بحكي شوفك على عماني. هذا بدهج الخليجي. أنا أول ما قرأت هذه المجموعة دفعة واحدة اعتقدت انه لا يمكن لهذه الكاتبة ان تكون هذه المجموعة الأولى، بمعنى انه لابد انها كان عندها أعمال أخرى. يوم عرفت بعد ما بعثت للأستاذ إلانا أبو سنينة نبذة عن ما كنت قاريها نبذة عنها، وجدت انه لها مجموعة قصصية سابقة، يعني في عندها تجربة سابقة. يبدو ان هاي التجربة، وإن لم أقرأ التجربة الأولى، تجربة ناضجة جدا جدا جدا. وشعرت وانا اقرا القصص من انه هاي القصص محبوكة وببراعة، وشعرت ان الروائية او الكاتبة متمرسة بالكتابة، واذهلتني الصور البلاغية والشعرية التي تحفر فيها مجموعتها. مثلا رفضت ان تفصل له ثوبا من جسدها. قصة سكر. كمان راكد آسل في أعماق قلبي ضربته عقولة بعض البشر. في قصة 10 كاتبة. ظلت تحاول بإرادتها المعمرة أن تنصب طوله الذي تجلى
أن تنصب طول هذا أن ترفعه كسبابة عند الشهادة افتراض في سنة الحياة. تنهدت الحيطان البالية، ذفرت دموعا تتسلل خيوطا متعبكا فوقها في قصة شروق مختلف الشمس. هذه الصور البلاغية هي صور شعرية بامتياز، وما لاحظته أنا بتحدث فنيا وحكيت لكم إني أنا لست بناقد، أنا أقرأ قراءة انطباعية لأني أنا ما قدرت نفسي للجمهور ويعرفني الجهات والكل، أنا كاتب رواية وقصة وشعر شوية مسرح من جديد، أنا متذوق وأتعاطى مع الانطباعات، يعني انطباعي كقارئ ولست ناقد أكاديمي، لا عندي شهادة بالنقد الأكاديمي ولا عندي شهادة بالنقد حتى يعني أو متخصص في النقد، فقراءتي هي قراءة انطباعية. لاحظ أن الاسم سجون خاصة وفي نظرية أدبات عند رولان بارت وغيره يبدأ من العنوان والغلاف والإهداء والمقدمة. أنا لاحظت أن جميع القصص العشرين هي مربوطة بالعنوان، ففي كل قصة تشعر أنها تريد الكاتب لبطلها أو بطلتها أن تتخلص من سجنها، إما سجن الإثم أو سجن الاكتراث البشري أو سجن الاحتلال في بعض قصصها التي تحدثت عن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني لفلسطين العربية. هذه المناسبة التي نرفع أكفنا بالدعاء للمقاومة الفلسطينية، قصد الدفاع عن فلسطين وعن الأردن، وهي تقاوم هذا الجيش الصهيوني الغاشم الذي ما أن ينتهي من غزة والضفة سيبدأ بالأردن. لذلك فأنا أعتقد أن كل عملية تقوم بها المقاومة الفلسطينية البطلة هي خط دفاع عن الأردن. فبالتالي أنا سياسي، أنا نحكي كسياسيين، يعني مش مترشح للانتخابات، مترشح للانتخابات كان أربع شعارات، كان عمل شوية فوتوشوب وعمل شوية ديكورات. إذن نحن أمام مجموعة قصصية يربطها خيط راحل هو عنوان المجموعة القصصية سجون خاصة. رئيسين تخلل القصص لدي كثير للدهشة، يعني في نهايتها على ما كان يقول أدونيس كسر بنية التوقع، هناك كسر لبنية الدهشة والتوقع، بمعنى أنت تنتظر نهايات سعيدة زي أفلام عبد الحليم حافظ وسعاد زمان، لا نهاية مش سعيدة ولا يجب أن تكون سعيدة لأن واقعنا غير سعيد، نهايات تكون مرة لأن واقعنا مر. وعندما نكتب عن سوداوية في رواية أو في قصة، لأن الواقع سوداويته أكثر من سوداوية الرواية والقصة، ولو أردنا أن نكتب الواقع نفسه لكان أكثر ملحمية من أحد نوتردام ومن البؤساء، ولو كان فيكتور هيكو عايش لكتب رجاء على الأردن لكتب الجزء الثاني من البؤساء على الأردن. نحن نمضي في مجموعة فيها دهشة كثيرة وعند يعني لا تتوقف إلا عند الانتهاء منها. أخيراً كل التهنئة والتبريك للكاتبة فوز أبو سنينة لأنها جعلتني أعيش مع قصتها ساعات من سجني الخاص، وجدت فيها سجني خاص. أنا وجهات مناظرين سابقين سجلنا بالثمانينات سجون حقيقية تذكرتني بالسجن الخاص. بعدين قلبنا زي ما قلبت كل الناس، بطلنا نروح على السجون، كنا نتواصل طريق وفوتو بالسجون. كل التهنئة والتبريك للكاتبة فوز أبو سنينة لأنها جعلتني أعيش مع قصتها ساعات من سجني الخاصة مثل ما لها من سجون خاصة. فنحن أمام كاتبة متميزة ممتعة تحتاجها الساحة الأدبية قوة، وأظن وكل الظن ليس إثما أنها وضعت
نفسها في طبيعة كتاب كاتبات القصة القصيرة المجددة والمتجددة. والسلام عليكم ورحمة الله. النقد الرائع والشامل من كافة جوانبه. بالفعل أنا معك في موضوع الدهشة، في موضوع النهايات المفتوحة، في العدالة الاجتماعية اللي هو كان هاجس فوز. وعجبني كثير، نحن مسجونون جميعا في قوالب خاصة وسجون خاصة. شكرا أستاذ محمد. أستاذ وداد أبو شنب الناقدة والكاتبة المتميزة، وهي من أم جزائرية وأب فلسطيني وحاصلة على ماجستير في النقد. الأجانب عملها هي كناقدة وتكتب المقال والقصة والشعر، وقد شاركت في العديد من الملتقيات والندوات الأدبية في علم النص والإبداع. أدارت الأستاذة وداد عدة أمسيات ولقاءات متنوعة، كما عملت أيضا مدرسة في سلك التعليم وسكرتير تحرير في مشغلة أيضا منصب رئيس تحرير لمجلة نقش الثقافية ورئيس موقع نقش الثقافي سابقا. أستاذ وداد، إذا ممكن أن تحدثين عن قراءتك النقدية كناقدة لمجموعة فوز الخاصية. أسعد الله مساءكم. أسعد الله مساءكم. طبعا سأتجاوز جبال الشكر والترحيب كي أضحي بالوقت في سبيل هذه الكلمات. وأنا أيضا الآن سجينة الوقت، يعني سجن خاص آخر، وهو الوقت الذي يفترض أن نحترمه. طبعاً سجون خاصة، هذه العتبة المغامرة التي تحدث عنها أستاذ رمضان هي لا توجد في المجموعة القصصية قصة بهذا العنوان. وهذه ميزة، هذه ميزة أن جمعت القصة كل قصصها في عنوان واحد. طبعاً هذه السجون كلها، سجن الملقى، سجن الذات، سجن انتهاك الطفولة، سجن الحروب، السجن الصحي جسدي كامل نفسي، هي سجون وجد فيها أجساد متنوعة. النسق الثقافي والتاريخي والسياسي والاقتصادي والصحي والإنساني إلى غير ذلك. في هذه المجموعة بداية هناك خمس قصص في البداية، ثم هبوط اضطراري وقصة شروق مختلف الشمس. الشخصية البطلة هي امرأة. أنا توقعت أن ستخوض، نعم توقعت هذا. طبعاً هي كانت ملهومة في هاجس نسوي وصوت يحاول التحرر من المسكوت عنه والبوح، وبالبوح حين وبالفعل حين آخر. هنا كانت القصة تقود قارئها إلى آخر نفق الحكاية راسمة له أفق انتظار، يتوقعه مرة ويخيب مرة أخرى، فتفاجئ القارئة في النهاية بنهاية مظلمة شافية متوقعة. في القصة الأولى مثلاً تقتل الشخصية الضحية، تقتل المجرم بعد أن يسقط في مدة سجنه. هذه النهاية طبيعية، هذه النهاية طبيعية للقصة طبيعية، لكن غير الطبيعي في هبوط اضطراري المضيفة التي ما إن نزلت إلى الأسفل إلى المهبط حتى ركضت إلى التراب، تراب وكلنا من التراب، وتشبثت به. وعندما أرادوا إزاحتها نمت من أصابعها جذور ومشرشت وتجذرت وتجمدت. هنا ثم بعدها جاء الركاب، طبعاً غيرها، تجذروا منها وتحنطوا، وطبعاً لهذا دلالة، هذا عبارة عن تطهير من إثم أو من جرم الهجرة، هكذا عبرت عنها القاصة. أما في طبعاً هنا هذه غريبية والنهاية غريبة طبعاً. أما في نهاية نص سكر هذا النص، كانت البداية
كانت قصة عادية، قصة عادية والنهاية عادية جدا. أنا تخيلت كنت أبحث قبل أن أقرأ من تدريج التدريج، بحثت وتوجدت بعض الغرائبية، توقعت أن تكون غرائبية في قصة سكر. ماتت الشخصية البطلة بعد أن اغتصبت، ماتت. أنا توقعت أن تنهش القطط هذا المجرم، تنهشه وتقضي عليه، أو أن تحوله إلى قطة معاق أو أي شيء من هذا القبيل، إيش يعني في غرائبية. لكن كانت قصة عادية، وهذا جميل، يعني التنويع جميل. التنويع في المجموعة القصصية بمثابة المصطبة التي يفتح عليها القارئ بين كل المجموعة من الدرجات. طبعا هنا كما توقعت أن تكون النهاية غرائبية، أكيد قرأت خلوص توقعوا الشيء نافع وخاب أفق انتظارهم، كما خاب في مع المضيفة التي تجذرت في الأرض. وفي عشرة كاملة تتحول الشخصية إلى امرأة قوية جدا، تجمع المكافآت من خواتم مصادر يعني التي كان يديها إليها زوجها بألوان مختلفة، كل لون حسب نوع الاضطهاد الذي مارسه عليها، يعني كل كتب لون. وفي يدها الأخرى تمسك القلم، القلم هو سلاح روحها، فتلكم المجرمة المؤسسة زوجها بالمصاق وتطعنه بالقلم، فكان ثأره بالحرف المكتوب سابقا وبالفعل الضرب والطعن. هذه النهاية طبيعية، لكنها كسرت أفق انتظار المتلقي وأثارت دهشته. فهل تحررت الشخصية هنا بما أننا نبحث عن تحرر الذات؟ في صناعة الدهشة طبعاً برعت فور اثنين في صناعة الدهشة، ومهما تواصلت مع متلقيها بإرسال دلائل أو أدلة إلا أنها دائماً تكسر أفق انتظاره بخاتمة غير متوقعة، مثل قصة احتضار. قصة احتضار هي عبارة عن حوار دار بين الموت وبين صوت آخر، فكان هناك نوع من المفاوضات. الموت يطلب من هذا الصوت أن يقنعه بسبب رحيله، فيقتنع بالمبررات، لكن هناك مبررات أقوى، لأن هناك أصوات أخرى الآن تنتظر هذا الموت. المفارقة والغريب جاء في آخر جملة من الرواية عندما احتج هذا الصوت وقال: ماذا فعلت لكم؟ أنا مجرد خيمة للنازحين في رفح. فهنا أنسمت القصة الخيمة، جعلتها تتحدث، حتى الخيمة في رفح تبني. طبعا القصة أو الموقعة أنسمت القفارة في أشياء جميلة، وأنسمت الذراعي في نيران صديقة، في نيران صديقة، وأنسمت اللي حكينا هلا الخيمة طبعا، وأنسمت والشجرة سنة الحياة، أنسمت الشجرة. هنا أنسنت الشيء أو أنسنت المكان تطفئ على النص بعداً حملياً، يقرب الفكرة إلى القارئ ويجعله يتعاطف معها ويتبناها. طبعاً على هامش مفارقة، على هامش مفارقات الغرائبية تجدر منها إشارة إلى السابق الذي تبنته القصة ليعرض مواضيعها على ناطر سابق ربط مواضيع، يأتي على ضميرين: المفرد المتكلم أنا، والغائب هو أو هي. والإشكالية هنا تكمن في ضمير المتكلم، حيث فصلت القصة السائدة تماماً عن أناها، فلن يعد هناك مجالاً للبس عند القارئ هنا التأويل، فلا يحيل النص إلى أنا
المرسل المؤنثة، لأن في المجموعة أنا مرسل مذكر، يعني كانت هي المذكر وكانت المؤنثة. وبرافو عليك. هنا يدرك القارئ أن مسألة في كتابة لدى فوز أبو سنيني تتجاوز مبدأ الإسقاطات وهاجس الصوت النسوي، فيشتغل على النص بأنساقه حسب السياق المطروح. طبعا هنا تحدثت عن التأويل وأنا سأتجاوز هذا، لأتحدث عن شروق مختلف الشمس. هنا هناك تقنية الكرونومتر عدت تنازليا ثم تصاعديا. العد التنازلي كان بالدقائق، هذا العد التنازلي كان من لحظة بداية الاستعداد لمغادرة البيت لتركه للمستوطن يعني الاستيطان، وعند لحظة الصفر بدأ العد التصاعدي وكان بالساعات، ولم يتجاوز هذا العد 4 أيام كي تشرق شمس 7 أكتوبر. طبعا كلها نهايات مدهشة، أنا حكيت هيك بسرعة عشان طبعا هم أقول احتاما يعني إن القصة فوق أسناني أبحث في السردي والقص الذي يشكل في وصناعة الدهشة واقعا وغرابية لتبدع في ذلك وتخلق آفاقا من الانتظار بقارئها الذي يشكل في لحظة معينة أفقا جديدا يصنعه في لحظة تغيير الرسالة من المتوقع إلى ما وصل إليه، فتفتح له أبواب التأويل على مصاريعها فيتواطأ معها مع القصة بصناعة الحدث كما توقع معها في توقع النهايات التي خاب حين وغلق العمل احيانا. وشكرا على شكرا جزيلا استاذ الجاب على هذا النقد الرائع والعمق. الان نعود الى الكاتبه فوز ومن ثم استاذ جهاد بعد اذنك. فوز، هناك تفاصيل محدده في الكتاب بعد ان استمعت الى اراء الساده الكرام، هناك تفاصيل محدده تستحق التوضيح عندها، مثل مشاهد ثمنة جميله التي تصور الام الجنسيه المهجرين الذي وجدوا نفسهم مفلسين احلام. في قصه فاعل الخير تناولت عن عقوق الابناء الازدواجيه على السوشيال ميديا، فهل لك ان توضحي كيف استخدمتي مثل هذه الرموز الشخصيه؟ ما الذي ألهمك الى هذا الكتاب؟ كيف تشوفي العلاقه ما بين كل الشخصيات؟ لا ابتدي وبعدين جاوب، بعدين مشكله. انا ما حطيت لكل منا سقطاته احلامه تجاربه حفرت في داخلنا علامات غائبه، لكل منا وجع تحدي فرح وخوف تدفعنا في مجموعها الى وضع اقنعه خفيه عمن حولنا، اذ كم جرح يعتقل في داخلنا الروح قد عالجنا، وكم شخص عرفنا ولم نرى فيه حقيقه الم النازل، وكم دفعنا من ارواح، وكم مره دفعت فيها ارواحنا الى هوامش الايام او الى حجرات سجونها. هي سجون خاصه ندخلها بصمت لنختفي خلف قضبانها بامر منا نحن احيانا، او بامر من الناس، او من حوادث القدر، فتقف حاجزا بيننا وبين انفسنا، وبيننا وبين الحياه التي تصبح كاسا مليئه بالهواء نحتاج الى ان نفرغها من الوهم لنملاها مجددا بما نحب. سجون خاصة تسلط الضوء على أشخاص يعيشون بيننا، بل ربما كانوا نحن نعرف أسماءهم، أشكالهم، مشروبهم المفضل حتى، ولكننا لا نعرف أنهم يصارعون ألماً ما من أجل التحرر. كتبتهم لأجرب أن أصبغ ببقعة ضوء ظلام اللامبالاة والنكران والنسيان، ولأقول بأنهم
ليسوا وحدهم بل لسنا وحدنا، فلكل واحد منا في هذه الدنيا سجونه الخاصة. أتمنى أن أكون قد وفقت وأن تنال المجموعة إعجابكم وأن يكون ما كتب بابا يكسر قيود هذه السجون. شكرا. هلا أنا لما بلشت أكتب بهاي المجموعة ما كنت أفكر صراحة بقصص مختلفة، كنت أفكر بأشخاص، بحاول أحط حالي مثلا ما بعرف أكون ماشي أشوف معلش عم بحكي بالعامية بس هيك بحس حالي أقرب معي كل. كنت أفكر بأشخاص مثلا مثل المونولوج الجميلة إنه المرأة اللي هي الأم أو الجديدة اللي بتكون حاسة حالها إنها منسية. فكرت في الأم، ما فكرتش إيش هي عم تعمل، حاولت أحس بإحساسها، كيف هي هلأ عم تحس، كيف الناس عم تطلع عليها، كيف هي عم تطلع على حالها، ومن الأفكار ومن المشاعر اللي أنا بحاول أبنيها كانت تطلع معي لقطة من حياة هذه الأم فأكتبها، ومثلها مثل مفلسو الأحلام هي بتحكي عن الأطفال اللي قاعدين في مخيم للاجئين. حطيت حالي مكانهم، جربت أتخيل كيف هني عم بيفكروا، كيف هني عم بيحسوا يوميا، يومهم كيف عم بيكون، كيف عم يخلص، لحتى من كتر ما فكرت فيهم شفتهم بمقطع معين فكتبتهم. بالفعل زي ما قلنا أن يمكن واقعنا العربي المريض زي ما قال الأستاذ من البداية أستاذ رمضان، يمكن هما دفع الفوز الجوع بهذا في تحقيق العدالة الاجتماعية. قصص هيك ما تتطلب منا إنه نتعاطف أو نستمع أو نستمتع مع شخصها، تدعينا للتفكير بعمق أكثر وطرح أسئلة وجودية مثل الهدف من حياتنا، كيف ممكن أخدم الآخرين، كيف أكون أداة للتغيير، وهذا إشي جدا رائع يعني عن جد فوز. بنسمح لنا على الأستاذ جهاد أبو حشيش وهو كاتب وإعلامي ذو مكانة رفيعة، طبعا له العديد من المؤلفات الأدبية والشعرية، وأنت أستاذ جهاد عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والناشرين العرب والأردنيين، وشغلت منصب رئيس مسابقة تلك القصص للإبداع والترجمة التي تقيمها دار فضاءات في موقع تلك الكتب في تلك الكتب أو تلك القصص تلك القصص، ورئيس ملتقى المبدعين العرب الذي تنظمه دار فضاءات سنويا بالتعاون مع الكتاب الأردنيين، كما أنك مدير عام لدار فضاءات والنشر والتوزيع. أنا أحب أن أسألك أستاذ جهاد، دار فضاءات لنشر دار جدا عريقة معروفة بسمعتها الطيبة مش مجاملة، لا تلتقط كاتبا بسهولة ولا يشبهها مجموعة قصصية إلا إذا كانت تحمل أبعاد فكرية عميقة كما هو الحال في مجموعة فوز. فما الذي جذبكم في دار فضاءات لنشر مثل هذه المجموعة؟ وما هي الأبعاد الفكرية التي وجدتموها في الفوز؟ طبعا اسمحي لي في البداية اسمحي لي أشكر داعي معالي وزير الثقافة والدور اللي بدا يتجاوز في مهمتها الاساسيه لتفعيل النشاط الثقافي. وطبعا شكري للصديق الروائي المرموق علي عبد الله ابراهيم، الروائي المرموق رمضان رواشد والناقد الاستاذ وداد وكل التحية والتقدير للإعلامية والكاتبة تهاني رفيع. طبعاً فوز بينك دائماً تحدي فيها ما فالتحايا بينها مفتوحة. ليش فوز أو ليش لا فوز؟ هاي ليست هذه ليست التجربة الأولى مع فوز.
أمام النصوص وأمام تلك الحالة التي تحاول فيها أن تقرأ هذا الكاتب القادم إليه. إلى أي مدى يستطيع أو استطاع النصوص أن يمتلك ملامح لا يمكن أن يستعيرها غيره؟ وأعتقد كان عبر التوقيع قبل أكثر من عام للكتاب الأول، وكانت الكثير من الحاجات التي يواجهها الكاتب في بداياته بعيدة عن النصوص أو نصوص الكتاب الأول. هذا الكتاب يعطيه أنني رأيت الكثير من دمع طاووس وأنا أقرأ. طاووس ككاتبة قد لا تشبه الكثير من الكتاب الشباب الذين يمنحهم أو يدعوهم إلى الكتابة كنوع من أنواع استكمال الإكسسوار أو الحالة أو إلى آخره. وهذا ستلاحظ حين تقرأ النصوص، وقد تحولنا في هذا الأمر حين سألتني لماذا أنا مستيقظ عن الكافرين. من يقرأ بروس سيكتشف أنها تحاول الحرص على التجسيد بين الماضي وبين البوابات القادمة، وتحاول بطريقة أو بأخرى أن تثبت أو أن تحمل مساراتها في الحاضر. أوس بطريقة أو بأخرى لا تكتب القصة ولا تكتب النص بقدر ما تحاول أن تقول بنفسها قبل ما تقول أنا أدافع عن حقي في إنسانيتي في أن أكون الأم والابنة والأخت والصديقة والجدة والوطن. هذا الكتاب سواء ليكون مفردة بمفردة أو سطرا بسطر أو حرفا بحرف، مضينا أنا وفوز ننقش في لحظة نخنفر نتحاور، وكان يعوقنا الطريق أنني ربما أختلف نوعا ما مع تلك العارضة التي تغلب حتى المفردة لدى قوس، لكن دائما كنت أقول لقوس لا تكوني سوى أنت. كل ما أفعله أنا وأنت أن أحاول أن أصطنع أو أن أتبين هذه الملامح لأعرف إلى أين أمضي وإلى أي مسار، ولا أحاول أن أتبعني في اتجاه أو اتجاه المسير في منحة أو مدرسة كتابية ما أو أتبع مع مدرسة كتابية أخرى بقدر ما
يسعدني الله يشجعني انك تجاوزت الكتاب الاول فيما كتبت الان وهذا ما شاء الله صديقنا رمضان الراشد والذي ظهر في كتابته انطباع عيه بقدر ما كان هناك في الحقيقه صبر حقيقي لاهوال النصوص الأسباب ثم يضع الحلول. الروائي قد ينقل الواقع بغض النظر عن إيجاد حلول لهذا الواقع. قد يكون الحلول التي يطرحها الروائي أو القصصي هي حلول يعني أنت تستشعرها. لكن يعني أقول إنه لا بأس إنه إن تطرق الروائي والقصصي إلى يعني شيء أكبر إلى الحلول. يعني مثلاً السجون يعني لما تطلق على مطلقها يعني كل ينظر إنه هذه كلها سلبية. لكن هناك سجون يعني السجون يعني ممكن أن نصنفها إلى سجون إيجابية وسجون سلبية. هناك سجون يعني الناس أمام هذه السجون أيضاً يعني يختلفون بين من هو مسجون بين من هو يعني بالمطلق وبين من هو يخرج أن يحارب. فهل يعني هذه يعني كانت والدة عند الأستاذ فوز أثناء وضع السجن؟ شكرا. والدة طلب إلى أستاذ رمضان في موضوع السجون. تفضلي. هلا كان بالنسبة لي الأهداف من القصص هو إنه كل